لكل قضايا دفاع محدد. فما هو الدفاع المحدد اللي هو لا يجب أن يخرج أحد من الزملاء عنه في أي قضية من قضايا الرشوة تعرض عليه؟ هي الدفوع التالية: واحد، الدفع ببطلان الإذن بضبط وتفتيش المتهم لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت وقت صدوره. الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلا وقت صدوره. اثنين، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش. ثلاثة، الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات. نعيدها تاني، الدفع بحق الإعفاء، وده كثير من الزملاء بيدفعوا بيه في قضايا الرشوة على طول، خاصة إذا كان البلاغ صادر عن راشي. الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 من قانون مكررا من قانون العقوبات. أربعة، الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الإعطاء أو العرض في حق المتهم الراشي، زي المثال اللي احنا قلناه إنه الراجل خلص الشغل وحضراتكم راح بعد ما خلص راح رايح لصاحب المصلحة قال له أنا خلصت لك العملية وأنا بقى عاوز مكافأة. هنا قلنا لو وافقوا الاثنين بيخشوا، وهنا بيبقى من حق الدفاع للراشي هنا إن يقول أنا بدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الإعطاء أو العرض، يعني لا هو دفع ولا هو أعطى ولا هو عرض، وبيطلب براءة المتهم ثم لانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم الراشي. خمسة، الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به، وده أنا هقوله لكم في قضية كانت معروضة عليا، وإن واحد انتحل صفة وظيفة منبتة الصلة عن الوظيفة بتاعته، وهنا ما بتبقاش جريمة رشوة، بتبقى حاجة تانية. يبقى الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به. ستة، الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل. تاني، الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل. سابعا وأخيرا، الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة. تاني، ده الدفع اللي هو بيتحقق في حق الموظف لما بيتعرض عليه رشوة وما بيقبلهاش، لكن بيدخل في الاتهام بأي وسيلة والتحقيقات لغاية ما تقضي المحكمة ببراءته. هنا بيبقى من حقه الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة.